السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. موعدنا إن شاء الله في المحاضرة دي أو في الفيديو ده، يعني هنشرح إن شاء الله assignment 1. تمام، خلينا برضو في البداية كده نتفق اتفاق بسيط كده وجميل. مبدئيا أنا حالي الحل، تمام، ولكن هل تعتقد إن ده الحل الوحيد؟ ده الحل الوحيد؟ أكيد لأ، في حلول تانية. طيب ده هيودينا لايه؟ لما احنا في حلول تانية كتير، ده هيودينا ان احنا ما نغشش وان احنا نعمل الاساينمنت بنفسنا. تمام، طيب انا دوري ايه؟ انا دوري والله ان انا عملت لك الاساينمنت وهفهمك الاسئله سؤال سؤال، تفهم كل سؤال عايز ايه، وهقول لك السؤال ده بيتحل ازاي. طب انت دورك ايه؟ انت دورك بقى ان انت تسمع الفيديو، تفهمني كويس، لو عندك اي مشكله او اي صعوبه تبعت لي وتسالني ورد عليك، تقرا الحل اللي انا حله كويس وتبدا انت تحل بايدك. ده كده هيضمن لك الدرجه ان شاء الله، ولكن غير كده هنشوف بقى في التعليمات اهو، هتلاقي ان انت يعني لو عملت غير كده فيعني مش هتلوم غير نفسك بقى وقتها. جميل، اول حاجه بيقول لك لازم ترفع نسختين منفصلتين، ملف وورد وملف بي دي اف. يعني هتعمل ملف وورد وملف بي دي اف بالايه؟ بالقالب المخصص في البلاك بورد بتاعك. تمام، برضه ما ينفعش تبعتهم مضغوطين، يعني ما ينفعش مثلا تعمل حاجه دوت زي اي بي مثلا او حاجه دوت رار، دول طبعا مرفوضين. طبعا مسؤوليتك ان انت تبقى متاكد ان انت رافع الملفات صح، واحد وورد وواحد اكسل، واحد وورد وواحد بي دي اف، ان انت مش عاملهم ايه مضغوطين، دي مسؤوليتك. كمان في حاجه كده اللي هي اسمها التحايل على الاساينمنت او على السيف اساينمنت، اللي هو انت تعمل ايه؟ تحاول تتحايل عليه. زي يعني تخيل كده مثلا لو انت بتكتب مثلا بالقلم كده، تمام، وفي كلمه كده انت مش عارف اللي هو ايه، مش عارف تكتبها او ناسي فيها حرف، فايه تكتب مثلا ايه، تروح عامل الكلام كده، فاهم اللي هو available، وتروح عاملها كده ايه، مش عارف تعملها، ده يعتبر تحايل. تكتب كلمه غلط، تشيل المسافات مثلا اللي بين الكلمات دي، تروح شايلها، حيث ان انت تستخدم حروف بقى ايه مش واضحه، تحول النص لصوره عشان ما يبقاش واضح، او انت مثلا واخده كوبي من مكان وتروح محوله لصوره، تستخدم لغه غير الانجليزي، كل ده يعتبر تلاعب وهيؤدي ان انت تاخد صفر، فلازم نهتم بده جدا. يعني مش هينفع تسلم على الايميل، لازم ترفعه على البلاك بورد. برضه يفضل ان شغلك يبقى واضح ومرتب، ده طبعا ان انت لازم ان ايه تكتب البيانات بتاعتك على القالب اللي هو موجود ده، بتلاقي فوق خالص كده ايه، لازم تكتب البيانات بتاعتك. كمان برضه لازم تستخدم القالب ده، والا يعني هيؤدي ان انت تاخد صفر. خطوات شغلك لازم أن تكون واضحة كلها، ما ينفعش تحول النص لصورة إلا لو طلب. هنشوف إن هو عايزنا نرسم له الدايجرام مثلا بتاع البروسيس اللي هي هتمشي فيه، اللي احنا كنا بنعمل كده مثلا من التايم 0 لحد التايم 10، ده مش هنعرف نكتبه. تمام، فده يعني هيصرح لك ان انت تمشي بيه، تعمله بصورة عادي. تمام، التأخير طبعا في التسليم ده هتاخد صفر، احنا معادنا 1/10، تمام، عليه 8 درجات. ايضا شغلك لازم يكون ملكك، ما ينفعش تعمل كوبي بيست، ما ينفعش تاخد من صاحبك او زميلك، تاخد منه الاساينمنت بتاعه وتروح ترفعه عندك، ما ينفعش تاخد من مصدر تاني زي مثلا عندنا احنا في المنصة، تاخد اللي انا بعته لك ده ترفعه، كل ده هيؤدي ان انت تاخد صفر. ايضا لازم الخط اللي انت او الفونت اللي انت شغال بيه كله يكون نفس النوع ده. هتعمل مثلا كنترول اي سيلكت اول، وتبدا تحط الايه ده كوبي عندك، فهيغير لك ايه الخط كله، او هتفضل شغال على الاساينمنت زي ما هو، مش هيغير الايه، ما تغيرش الخط يعني. جميل، فخليني برضو يا شباب نصيحه لوجه الله، ما يعني ما تحاولوش تنجح، احنا مش بنتعب في المنصه، تمام، وعمالين نعمل لكم فيديوهات واساينمنتات ونتعب في نفسنا، وانتوا كمان عمالين تتعبوا في المذاكره وتسمعوا فيديوهات، وكمان انتوا يعني دفعتوا فلوس في او دفعتوا مال في واشتراك، يعني دفعتوا اشتراك، طب ليه بقى انت حد مهتم، تمام، ورحت اشتركت مع منصه عشان تفهمك الدنيا، تمام، وكمان المنصه دي مهتمه بيك، وكل اللي احنا عايزينه ان انت تنجح، تمام، تفهم، لان ده مش ده اللي هيفيدك بس، يعني ايه، مش اللي هو انت خلاصك انت جبت ايه بلس، بس انت جايب ايه بلس عن طريق ان انت مش فاهم، فدي بصراحه مشكله. تمام، دي مشكله، فارجوكم يا شباب حاول بايدك، وان شاء الله لو وقف قدامك اي صعوبه ولا اي حاجه انا معاك، ما تقلقش. نبدا باول سؤال عندنا، وسؤال جميل جدا، وبيقول لك بروفايد تو بروجرامينج اكزامبل، قول لي كده مثالين من امثله البرمجه اللي بتشتغل مالتي ثريد، تمام،
وقول لي طبعا طبعا احنا عارفين كده كده ان المالتي ثريد بيكون افضل من ايه من السنجل ثريد. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد والله مثالين جميلين كده، نشوف المثالين كل مثال فيهم ازاي بيشتغل مالتي ثريد وازاي بيشتغل سنجل ثريد، وتعال نشوف الفرق ما بينهم. اول حاجه في الفايل سيرشن، بقول لك تخيل كده عندي السيناريو بتاع لو انا عندي مثلا محتاج اسيرش تمام بكيبورد معينه مثلا في مجموعه فايلات كبيره، ولنفترض انا دخلت والله في الفايل سيستم بتاعي انا عندي مثلا هنا ولنفترض مثلا الوفات او مئات الحاجات، وانا والله عايز اخش ابحث هنا بكلمه اوبريتنج سيستم تمام، انا عايز اخش ابحث هنا بكلمه او اس، فعايز الحاجات اللي تطلع لي فيها او اس تمام. فتخيل انا لو عندي 1000 فايل، فبالطريقه دي هيمشي على ال1000 فايل واحده واحده. طب تخيلت بقى لو كل مره بيمشي على الفايلات ويشوف هل الفايل ده او اس ولا لا، كان بياخد مثلا ونفترض 1/10 ثانيه او ملي ثانيه يا سيدي. فلما تيجي تضرب 1/10 اللي هو يعتبر ال1/10 ده اللي هو 1/10، لما تيجي تضربه في ال1000 هيديك كام؟ هيديك 100. ده الموضوع كبير جدا. فلو جينا مثلا بصينا على الكود مثلا بتاعه بيتكتب ازاي، خلينا نشوف في السنجل ثريد. في السنجل ثريد، السنجل ثريد والله بيقول لك فور اتش تمام، امشي عليهم كلهم، فار فايل في الفايلز امشي عليهم كلهم بالكيبورد بتاعتك، شوف الفايل ده هل الكيبورد ده بتماتش ولا لا. طب المالتي ثريد بقى بيعمل ايه؟ المالتي ثريد بيقول لك لا بقى انت هتشتغل بارلل، اللي هو ازاي؟ لو انا والله عندي ال1000 فايل دول تمام، انا بقى عندي على الجانب الثاني مثلا عندي شغال مثلا 4 ثريد تمام، فال4 ثريد دول كل ثريد من دول هياخد ايه 250. فلما تقول بقى انت 250 تمام في ال1/10 تمام، اصبح ده طار مع ده اصبح عندنا 25. طب هتقول لي الباقي ما هو كلهم شغالين مع بعض، احنا كلهم شغالين مع بعض كده، لو جينا بصينا على الثريدز يعني في حين ان ده شغال على ال 25 كان الثاني قصاده شغال على ال 25 كان الثالث شغال على ال 25 كان كده تمام. فاصبح قللنا من 100 لكام؟ ل 25، اصبحنا قللنا الربع. وده اللي بنعمله مثلا بحاجه اسمها لو مثلا يعني الكود هنا هو بالسي شارب بيقول لك بارل دوت فور ايتش فايل في الفايل هتعمل ايه؟ سيرش. طبعا على حسب ايه؟ على حسب انت شغال بارل قد ايه تمام. لو جينا خدنا مثلا مثال تاني عندنا الماتريكس مالتيبيكيشن تمام. اول حاجه تخيل كده في حته الماتريكس، طبعا احنا عارفين الماتريكس المصفوفه، يعني الماتريكس دي والله بتكون مثلا لو هي ان في ان تمام، فانا عايز اضرب ماتريكس في بعض، فبقول والله انا عندي الماتريكس الاولى ادي مثلا 1 ادي كده اهي، ادي الماتريكس الاولى مثلا ولنفترض كانت كده، والماتريكس الثانيه اهي مصفوفة يعني. طب ممكن تعملها كده او ممكن تعملها مصفوفة زي اللي انت بتكتب كده وتكتب هنا وهكذا وهكذا، بس ايه خلينا نعملها ايه على هيئة تيبل كده. فلو وصلنا ادي كده اهو ده الارقام اللي في المصفوفة الاولى ودي الارقام اللي ايه في المصفوفة الاولى والمصفوفة التانية، واحنا عايزين نجمع الايه عايزين نضربهم في بعض. فالطبيعي بقى لو جينا بصينا على السنجل ثريد، والله هنا بقول لك الماتريكس طبعا لو عايزين نضربها بيقول لك ار كومبيتيشنلي ايه انترفينس تاسك، طبعا هي تاسك يعني مكلفه شويه او صعبه شويه، سبيشالي وذ ذا لارج ماتريكس، لما يكون عندنا ماتريكس بقى كبير، احنا هنا بنتكلم في 4 في 4 لو تخيل بقى بتتكلم مثلا في 10 في 10 ولا حاجه. السنجل ثريد سوليوشن ويل مالتبلاي ذا رو اند كولوم سيكوينشالي which could take a long time، ده هياخد وقت كتير جدا. طب هي ازاي بتضرب؟ هنا بيقول لك السنجل ثريد بيقول لك مالتبلاي رو في كولوم، هتمسك الرو ده ونفترض مثلا هتمسك الرو ده كده تضربه في الكولوم ده تمام، وتمسك ده بقى كده لوحدها تضربها في دي تمام، تمسك دي كده لوحدها تضربها في دي. طيب ايه السيناريو الثاني بقى؟ طبعا ده هياخد وقت كتير. طب السيناريو الثاني بقى بتاع المالتي ثريد بيقدم لنا ايه؟ بقول لك والله يا سيدي تعالى بس نمسح
نمسح كده ده. بيقول لك in multi-thread solution you can divide a task by a row or column. انت ممكن بقى تقسمها ايه عن طريق الروز او الكولوم. And assign each part of different thread for a for a simultaneous a competition. يعني ايه؟ يعني نقول والله كده يا سيدي يا ما انت اول رول اول هنبدا مثلا نقسمها بالرو او بالكولون سواء بقى ايه من اليمين او الشمال. فهنقول والله الرو ده بنفس المنطق اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بالظبط. هقول والله يا سيدي يا ما انت الرو ده هياخدوا السريد الاول والرو ده هياخدوا السريد الثاني والرو ده هياخدوا السريد الثالث والرو ده هياخدوا السريد الرابع. اصبحنا ان احنا برضو قسمناها ايه على اربعه. لو الثاني مثلا كان هياخد اكس في السنجل ثريد فالمالتي ثريد هتاخد ايه؟ هتاخد 4 اكس على الاربعة. تمام كده؟ ده كده بالنسبة للسنجل والايه والمالتي ثريد. السؤال الثاني والحقيقة يعني السؤال ده يعتبر هو سؤال دسم شوية وسؤال تقيل شوية في الشدة يعني، لكن السؤال الاول ده كان يعني سؤال خفاف كده. بيقول لك consider، تعالى بقى نفهم الايه البروسيس ده او السيت اوف بروسيس دي مع اللينس بتاع ايه which the length of the CPU burst time giving ايه in millisecond. طبعا هو هنا مدينا ايه بالملي سكند، فتمام مديك والله البروسيس بتاعتك البروسيس 1 و2 و3 و4 وهكذا. البرست تايم ده اللي خد بالك البرست تايم ده اللي هو ايه الوقت اللي انا هستهلك فيه السي بي يو. انا والله عايز من السي بي يو هنا عايز من السي بي يو عايز امسك السي بي يو كده اشتغل معاه او اشتغل في السي بي يو 20 مثلا ملي سكند. البريوريتي وخدوا بالكم ان احنا قلنا قبل كده على فكره هو ايه حب ايه حب هنا السؤال مش قلت لك السؤال ده يعني في تركه كده احنا قايلين قبل كده ان البريوريتي كده لو هنا زيرو ده كده اعلى بريوريتي ده هاي بريوريتي ولو هنا مثلا 10 فده كده لو بريوريتي. هنا قال لك العكس قال لك each process assign a numerical priority which a higher number indicating a higher relative priority. كل ما الرقم يزيد كل ما البريوريتي تزيد. فده مش يعني بالنسبة لنا مش اي مشكلة عادي يعني ده كده اعلى بريوريتي بعد منه ده تمام بعد منه الاثنين دول وبعد منه ده. خد بالك برضو ايه من حتة هنا احنا لما نيجي خد بالك لما كنا بنشتغل في الراوند روبن احنا قلنا في الراوند روبن والله بيحدد لي الراوند بتاعتي قد ايه. لو مثلا 10 فانا كل 10 ثواني ابدا اقف كل 10 ثواني ابدا اقف كل 10 ثواني ابدا ايه اقف